السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كامل 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 صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في التعليقات. صح، عيدكم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، وتعيدوا وتزيدوا لقبل العام الجاي إن شاء الله. وهاي الحنة درت دورو، درت لوليدي البارحة، أنا حنيت له بصبعيامة كيرقد مسكين، درت له هكا شويه سيف، حنا نقولوا السيف تاع البشطول هذيك، ودرت شويه واحده منها واحده منها غير وقت الفجر، بس ما خرجت لي ما وبعد نحيتها نط ساعه ولا ونحيتها. المهم الفال فالكم زين ان شاء الله، وفالكم حلو ان شاء الله، وان شاء الله تكونوا ملمومين مع الاسر نتاعكم مع اهلكم صله الرحم، ان شاء الله تكونوا فرحانين من القلب. الفيديو تاع اليوم كيفاش نفرح في العيد الفطر ولا العيد الاضحى ولا المهم في الاعياد في المناسبات، كيفاش من يعني نتعدى ونتخطى المشاكل نتاعي في هذا اليوم على الاقل، وما نربطش الحاله النفسيه نتاعي ولا الحزن نتاعي ولا المرض نتاعي ولا الابتلاءات نتاعنا، ما نربطوهاش بالمناسبه هذه باليوم هذا. يكفينا حنايا العام كامل اللي كنت تشرب التاي المقروض تاع ماما، ها هو هذا المقروض تاع ماما والتاي نتاعي. المهم ما نربطوش، قلت لكم انه نخلو اليوم هذا اللي هو المفروض تكون فرحه وكذا وربي يديرو من اجل الفرحه وكذا، نربطوه بالاخر بالمشاكل بالكآبه بالكذا. على الاقل نبداو خطوه بخطوه، واحده واحده، درجه درجه، انه نتعلموا كيفاش انه في مناسبه كيما هذه نعيشوا اللحظه. الفيديو تاع اليوم هي كيفاش نعيشوا اللحظه، كيفاش نفرحوا، كيفاش ما نستغلوا، كيفاش ما نكأبوش على رواحنا، كيفاش ما نحزنوش، كيفاش نتخطاو المشاكل تاعنا. هي موجوده في قلبنا وعندنا مشاكل، الله يجيب مشاكل ان شاء الله. قصدي واحد عنده مريض، واحد عنده مشكل، واحد عنده ابتلاء، واحد عنده وفاة، واحد يعني على بالي مشاكل، راكم فاهميني في المشاكل، ماشي المشاكل السطحيه العاديه كذا. واحد ما عندهاش دار، واحده مغبونه من جهه رجلها، واحده مغبونه من جهه الذريه ما عندهاش. بالمناسبه هذه ربي يرزق كل وحده وكل واحد متمني ذريه، ربي يعطيه ان شاء الله ذريه صالحه ان شاء الله. وراني مريت بهذا الموضوع صدقوني 12 سنه يعني، والصالون تاعي فارغ دوكا، ولدي راهو مع باباه، يعني ربما تشوفوا الدنيا فارغه، راهو مع باباه، داهو عند واحد صاحبهم يتقهوى ويعيدوا عليهم يتغافروا. وانا راني قاعده هناك، تغديت وتغدينا الحمد لله، شربت كاس تاع شاي، قلت نحكي لكم شويه، ومن بعد نروح لبابا. بويس غدوه رايحه لباتنا، غدوه رايحه لباتنا، نزيد نغافروا على اهل راجلي ونجو وخلاص هذا مكان. المهم قلت لكم هذيك الحرمان من الاولاد وكل شيء انا عشته 12 سنه، ماشي عام، ماشي زوج، ماشي ثلاثه، ماشي اربعه، ماشي خمسه، اي 12 سنه، غير الفم يقول 12 سنه. بالتالي راني فاهمه انه كيفاش تعقبي مناسبه كيما هكا، ممكن تكوني الايامات الاخرى شويه ممكن نسيتي، غفلتي، ممكن مشغوله، ممكن تخدمي، يجي هذاك اليوم المناسبه ولا عرس ولا لمه الا وتتفكري على نقولوا العيد تاع ولاد البوسات، شوفي حتى تسكري قلبك مع ربي، تصلي ركعتين، تحمدي ربي، تشوفي الصور، تشوفي التلفزيون، تشوفي الشوارع، تشوفي المحارق، تشوفي الناس لابسه الاولاد، يعني احنا نقولوا العيد تاع اولاد يعني. والله ربي يطفي لكم الجمره تاعكم ان شاء الله بالفرحه وربي يعمر حجوركم ان شاء الله. الشيء الثاني، كل مرضى مرضى في المستشفيات ولا في الدار ولا كذا، ايضا ندعو لهم بالشفاء ان شاء الله، وربي يبعد عليهم هذا الابتلاء تاع المرض. ايضا كل واحد عنده غبينه، عنده مشكله، عنده حاجه، عنده نيه، عنده رجاء من ربي سبحانه، نطلبوه في الايام المباركه كما هذه، راهي ايام مباركه، يعني الملائكه راهي محفوفه الان في الشوارع وكل شيء، وربي راهو يعني فاتح يديه وفتح، فتحنا الجنه، فتحنا السماوات، فتحنا الدعاء، فتحنا كل شيء، انه نتغافروا. وصله الرحم هذيك ممكن بالدعاء نتاعك، بالصلاه نتاعك، ممكن توصلنا وتحل لنا مشاكلنا ان شاء الله. حاولوا الماكسيموم انكم تنحوا على قلبكم شويه، لانه الدنيا ما تستاهلش صدقوني، والله الدنيا ما تستاهلش. عندكم ميمتك روحي شوف فيها الدنيا وما فيها، عندك صحيحتك الدنيا وما فيها، شتو الصحه دوكا، روحوا سقسوا اي واحد مريض ولا في السبيطار ولا راهو عنده مشكل ابتلاء صحي يعني، روحوا سقسوه، الدنيا كل تسقط من عينيه، لا عاد يخزر لك دار، ما عندوش دار بالراس والكرا، ما عندوش طوموبيل نورمال، ما عندوش الماده نورمال، يقولك المهم الصحه، نمشي على رجليه ونتعكز برجليه ماشي بالناس، الناس المقعدين وحوادث ولا كذا،
ربي يعينهم ان شاء الله ويصبرهم على الابتلاء. راهم عاد يخزر في المشية هذيك، الخطوات هذيك اللي عندنا حنا نعمة وحنا ما نش فايقين بها، يخزر فيها كنز من كنوز الدنيا. يعني انا حبيت نوصلكم بانه حنا ربي يعطينا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وعطينا ايام كما كنفرحوا بهم ونستشعروا بهم النعم. هذا قلت لكم تزوروا والديكم نعمة، انك في دارك ركي في دارك مستورة ومعيدة مع راجلك مع وليداتك، لاش ما عندكش الاولاد، لاش ما عندكش الماده، بصح كنتي ورويج لك الحمد لله. الارامل اللي متوفين عنهم ازواجهم الحمد لله، عندك وليداتك وعندك دار وعندك كذا الحمد لله. مهما كانت، مهما كانت الظروف، حتى لو كانت عود شمره واحده راهي مستوره، راهي دك راسي مانيش في الشارع. المهم ديما نخزروا الحوايج مش مليحه ونخزروا الحوايج اللي عندنا. عندنا الصحه، عندنا تغدينا الحمد لله طيبنا، عندنا الكواط ها هي ورا خيرات ربي، ها هاي خيرات ربي. قلت لكم خير ما طيبتش، بصح ها ورات ما طيبتش، يعني نبعتش حوايج كبيره صابلي، نبعته كروكي مقروض مشوك، مقروض تاع ماما مشوك، هذا واش درت الحمد لله. فرحه واحد الفرحه، شوفوا الصالون تاعي بسيط يا اخي، ونعت لكم فيه ديما هاي ورا بسيط جدا، هاني قاعده انا هنا بسيط، هاي الطاقه هاي كذا، بصح فرحانه به. علاه تاعي عشي هذا دويرتي هذه، انا محليتها بالفرحه تاعي بالقناعه تاعي بكل شيء. يعني رحتي شفتي خاوتك شفتي كذا، الدنيا ما فيها لا شتا كاين هكا واحد الحاجه ما بيناتكم، والله كاين كذا، والله حاولوا انه في اليوم هذا غير ابتسامه، ابتسامه في الوجه الحمد لله كذا. سقسي على خاوتك، سقسي على خياتك، سقسي على صاحباتك، يعني هكا نتغافروا نتسامحوا. حاولي انك تسعدي نفسك باي شيء، ما عندكش وين تروحي ولا كذا، لاش تمع ابنك بنتك راجلك كذا، حاولوا انكم تفرحوا في اليوم هذا، لانه صدقوني انه المشاكل الدنيا عت مشاكل وعت مزير علينا شويه، ربي ينفس علينا. صمنا شهر كامل، ربي كافئنا بالعيد وقلنا فرحوا شويه، فرحوا وليداتكم فرحوا كذا هكا. سبحان الله بي قاعده نقول لبني، قال لي علاه ماما جا العيد؟ قلت له لانه كنا صايمين، قال لي هاني انا مش صايم. قلت له هيه باش تشوف انت تتربى من الصغر على انه اللي يصوموا وربي راه يكافئنا بفرحه كانه جائزه صبرنا عليها، صبرنا 30 يوم ما نش ناكلوا وما نش نشربوا وما نش الشهوات وكل شيء، ومن بعد كي فطرنا ربي يفرحنا كانه مكافاه كانه درنا حفله. سبحان الله، يعني لو كان جا غير نصوموا ونرجعوا لحياتنا عادي ما كانش عيد، نقولوا ممكن كي نخلف الدين والعقيدة ربي سبحانه حشاه انه يكون عنده يعني لبس، ولا كان ربي سبحانه راه الكمال، هو الكمال في حد ذاته، ومستحيل نوصله الى حكمته ونوصله الى العلم تاعه، مستحيل ومستحيلة السبع. لذلك نقول الحمد لله ونسلم ربي سبحانه والكون تاعنا، ونفرحوا بالشي اللي عطاه لنا ربي بالقليل والله غير فرحانه بالكيسان تاعو. كيسان تاعو هذا شريته تخيلوا انتم 6 ب 50000، جيت فايته لقيت 6 ب 50000 والله راه شريتهم، مع انه السكوب تاعهم ماشي تاعهم، درت لهم غير اخرين قلت نشري المره خاف الدوغي تاع الكيف، هم زينوا لي السنيه تاعي والحمد لله. شتو 50000 50000 وانا مدايره كيسان وشربوا منهم اليوم الحمد لله، وجاو صحاب راجلي وشربوا وداروا، وزدت درت لهم مسخرات تاعي وزوج وثلاثه والحمد لله والحمد لله. هذا ميساج صحة عيدكم، وابوني القناة واشتراك وبارتاج وتفاعل في القناة ان شاء الله، والقادم افضل باذن الله، مستمرون في سلسلة التوعية والحياة الايجابية ان شاء الله. السلام عليكم.